زي ما ذكر هيثم، الهلال كان هو اكثر استغرارا من ناحيه فنيه، من ناحيه اداريه، من ناحيه يعني تنظيميا داخل الملعب. انعكس ده بعد ما المدرب رجع وثبت تشكيلته. لكن للاسف الشديد لو جينا تحدثنا عن مباراه كوبر، كان ممكن الهلال يفقد المباراه او يفقد بالتعادل او بالخساره حتى. ليه؟ لانه المدرب رجع لفلسفته القديمه صراحه. المدرب انا لا زلت اكرر بانه المدرب متفلسف جدا. ما ممكن انت بعد ما حققت سلسله من انتصارات كبيره وعروض طيبه جدا، حتى مباراه الاهلي شن اللي انتهت 2-1، الهلال قدم فيه عرض رائع جدا وضد اضاء مهرجان بتاعت اهداف. اي تجي انت مباراتك مع فريق كوبر المتطور المتميز، تجي تبعد كل التشكيله الاساسيه وتشارك باربع اساسيين فقط وتجيب 7 لعيبه على اساس انك تبدا بالمباراه، هذا كان من اكبر اخطاء المدرب في مباراه كوبر. كان ممكن على اثره يفقد المباراه بالتعادل او بالخساره حتى. يعني ما شارك الا بدا المباراه بتشكيله غريبه جدا. رجع هو صح بعد ما رجع ابو 20 فعلا، لكن رجع مع شارك 4 اساسيين اللي هم بانجا سلمو بانجا الكامروني وولد الدين بوجبا وعبد الرؤوف ووليد الشعلي. اللعيبه كلهم التانيين دول ما هم اساسيين، انت داي تغامر بيه مع فريق محترم ترتيبه في الدوري الممتاز محترم ومتقدم افضل من الانديه العريقه الموجوده في الدوري الممتاز. فعانى معاناه جدا بعد ما اشرك اللعيبه الاساسيين. هو عمل العكس، مفترض انت في المباراه دي تحافظ رتم التيم، تبدا بتيمك الاساسي بعد ما تضمن نتيجه المباراه وتضمن بدخل طبعا مع النتيجه لما يتحقق الصغه بيدب في نفوس اللاعبين وبعدين اقدامهم حتثبت على ارض الملعب. بعد كده انت بتعمل تغييراتك على حسب رؤيتك الفنيه. لو مثلا في لاعب اساسي وجد من كثره المباريات تبغى تريحه بتحاول تسحبه، او عندك لاعب مؤثر عنده كرت وخايف انه ياخذ كرت وتفقده في المباراه بتسحبه. لكن كونك تبدا المباراه بالطريقه دي ده عدم احترام كبير كان لفريق كوبر صراحه. انا بلخص انه الكلام التشكيله اللي بدا به جواو موتا امام كوبر كان عدم احترام وكان ممكن يفقد المباراه، وده الكلام